يا أهلا وسهلا، صباح الخير أو مساء الخير حسب توقيتكم. زي ما انتم شايفين في هذا اليوم متجهين لنادي اليخوت. شايفون كيف الناس اللي يحبوا البحر والأجواء هذه؟ صراحة مرة مكان يجنن. قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. طيريني، ما عندي مشكلة. ما عندك مشكلة اني اطيرك؟ انا ما عندي مشكلة. يلا ريدي؟ نشرب شيء بارد. فقررنا نجي هنا كيورا. ترى اخواتي الغشاشات طلبوا هذا الايس كريم، صراحة ما شاء الله شكله يشهي. العافية. ايش هذا يا ولد؟ مانجو. مانجو. شوفوا جينا هذا المحل، مرة صراحة حلو، عنده أشياء لطيفة. الحين أوريكم، شوفوا الأكواب كيف. أختي أخذت نفس هذا الكوب وأنا أخذت نفس هذا. يلا يفوفوا انا وانتي ورا. احنا الحين متجهين ناخذ تور. الله، مرة حلو والله. ايش شعورك يا فرح؟ صح، مرة حلو. لا ما تحسي كأنه قاعد يرتفع ولا كذا يطيح علينا؟ الا والله مرة كأنه يقرب. كأنه يقرب. راجعين عكس، بنروح لين سيارتنا ان شاء الله. والان متجهين لبيتنا. 2000 years later. تحديث اليوم الجمعة وقررنا نروح الطايف. روح
هذه ام دبليو و اي. انت ليه ام مرتين ولا ذا قلب كذا صار مزبوط. ايش هذا اخواني؟ يلا بحط حروفكم مو هذا. دقيقه ام دبليو محل صخوره رطبت هذا حق الازاز. لا لا فسر حراره مره بارد. بعد ما تعشينا الحين شاهي الطريق. ماما يلا ذوقي وقولي لنا رأيك في المانجا. اوه ماي جاد. اديني اديني شاكة ماما. لا شاكة ايوه. وذوقي وقولي لي يلا. ما شاء الله كيف رش؟ جونان بالعافية. After ما أدري كم days. وفي الأخير لا تنسوا اللايك وسبسكرايب. أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي.